السلام عليكم، حياكم الله. أصحاب البشرة الجافة يحتاجون عناية خاصة، لأن إهمال ترطيب البشرة يؤدي إلى تلف في حاجز البشرة، فتكون عرضة لدخول البكتيريا وتحسس الجلد وظهور فيما بعد الإكزيما أو الحكة في البشرة. أيضا تكون عرضة البشرة لظهور علامات تقدم في العمر أو الشيخوخة وعلامات التجاعيد حتى الخطوط الرفيعة. أيضا البشرة الجافة لو أهمل ترطيبها يؤدي إلى ظهور التصبغات، لأن الالتهابات والتحسس مع الوقت تحول إلى اسمرار وتصبغات. فاليوم إن شاء الله راح أعطيكم روتين سهل وبسيط ساعدكم في ترطيب البشرة، يبدأ من الغسول ثم السيرم والمرطبات واقية الشمس. هذه كلها راح تحافظون على بشرة قوية فيها نضارة وإشراقة، وتمنع ظهور التجاعيد أو علامات التقدم في العمر السريع، تحصل على بشرة جميلة وصحية. الترطيب يبدأ من الداخل بشرب كميات سوائل كافية من الماء، من 2 إلى 3 لتر حسب الاحتياج. هذا يعطي البشرة ارتواء وامتلاء ويقلل الجفاف، لأن الجسم مكون كبير من الجسم هو عبارة عن ماء، فعندما يحصل جفاف من الداخل يظهر ذلك على البشرة لأن أكبر جزء في الجسم. فأيضا يظهر لأنها تبدأ من الداخل بأكل الأشياء الغنية بالأحماض الدهنية الغنية بالدهون الجيدة، ومن أشهر ذلك يعني السمك التي تحتوي على أوميجا 3 أو حتى المكملات التي تحتوي على أوميجا 3، خاصة الناس أصحاب البشرة الجافة التي معرضة للإكزيما أو التحسس. أيضا الدهون الموجودة في اللحوم، وأيضا زيت الزيتون أو من النباتات والعصائر مثل الأفوكادو، هذه كلها تعطي الجسم يعني دهون جيدة وترطيب طبيعي. بالنسبة للروتين العناية السهل وبسيط راح أعطيكم إياه باختصار. أولا نبدأ بالغسول. دائما في الغسول أنصح بالنوع الذي خالي من صوديوم نوريت سلفات، الذي هي المادة التي تطلع الرغوة على مادة الصابون، هذه المادة التي تسبب جفاف للبشرة أو تحسس. بالنسبة لأفضل أنواع الغسولات هي التي ذكرنا، خالية من مادة الصابون، خالية من العطور، من المواد الملونة، من المواد اللي تسبب جفاف أو تهيج للبشرة. من أشهر هذه الشركات سيرافي، عنده منتج اسمه هيدريتينج، هذا يحتوي على هيلورونيك، يحتوي على سيرامايد، يعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها بنفس الوقت. أيضا في من شركة سيتافيل نوع البشرة العادية إلى الجافة، نوع جيد راح أحط لكم إياه. وفي من شركات أخرى خاصة شركة بيودرما لو كانت البشرة شديدة الجفاف وفيها تحسس، في نوع خاص بهذه البشرة أوتوديرم. في أيضا أنواع من شركات أخرى هذه أفضلها. حتى الناس اللي ما يقدروا يأخذوا غسولات غالية ممكن تأخذوا حتى صابون مثل خالي من العطور، حتى جونسون حق الأطفال، أو حتى صابون دوف العادي. هذا الأنواع ممكن تعطي ترطيب خفيف لأن نسبة منها فيها نسبة ترطيب وخالي مواد الضارة. الخطوة الثانية اللي ننتقل لها هي استخدام السيرم، وأفضل سيرم صديق للبشرة الجافة أو حتى البشرة العادية سيرم الهيلورونيك، معروف أنه يمتص الماء 1000 جزء من وزنه الجزيئي، فيملأ الخطوط الرفيعة أو التجاعيد ويعطي البشرة ترطيب عميق جدا. في من شركة لوراش بوزي نوعية جيدة مع فيتامين B5. أيضا في من شركة أوردينري نوع رخيص وتقدرون تستخدمونه بشرة رطبة. هذه الفقرة خاصة بأصحاب البشرة الجافة إلى شديد الجفاف اللي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى أتوبيك درماتايتيز أو إكزيما تابية، أو حتى يعانوا من وردية. بعد ما نستخدم الغسول ونشف البشرة نستخدم كريمات المعالجة، مثلا أصحاب الوردية يستخدموا كريم اسمه سكنرين، هذا يهدي البشرة. أو لو كانت البشرة مثلا شديدة الجفاف فيها إكزيما يستخدم كريمات فيها كورتيزون خفيف أو خالية من الكورتيزون، أنواع جديدة مثل كريم الليديل، هذا فعال جدا يقلل الحكة والتهيج، لأن معروف التهيجات خاصة لو كان تحس حولين الفم يسبب اسمرار أو تحت العين أو حتى أماكن معينة في الجسم، فتحتاج كريمات تقلل التحسس. حتى إذا كان في جروح في كريم اسمه فيسوكورت، هذا أبو خطين أبو أسد، يستخدم للإكزيما اللي فيها تحسس وفيها خدوش أو دم. بالنسبة لأصحاب البشرة يعني المتضررة ويحتاجون ترميم، أنا أنصحهم بكريم اسمه يحتوي على مادة سنتالا، الذي هي موجود في سيكابليست من لوراش بوزي، هذا كريم مرمم لحاجز البشرة المتضررة. أيضا في شركات أخرى نفس الشيء، تبدأ بكلمة سيكا، في من بايو ديرما كافيت من شركة أفين، هذه الكريمات مرممة لحاجز البشرة المتضررة سواء بعد التقشير، بعد الليزر، بعد إزالة الشعر، تقدرون تستخدمون لعدة أشياء يعني.
أيضا سيرم من السينمايد يعتبر صديق للبشرة الجافة أو البشرة المتهيجة في احمرار وتحسس هديها ويزيل حتى الاسمرار والتصبغات والبقع الداكنة الخفيفة. بالنسبة لأهم خطوة لأصحاب البشرة الجافة سجل الجفاف هو الترطيب، والترطيب تكون بكريمات أو حتى مراهم ثقيلة تمتصها البشرة، تعمل تقوية لحاجز البشرة، تحميها من تبخر الماء والسوائل اللي تكون في البشرة، حتى لو الفازلين ممكن لأماكن معينة في الجسم مثل اليدين، مثل أماكن معينة في الجسم. فأنا راح أنصحكم بكريمات طبية ومشهورة جدا، ولازم تختارونها بعناية، وتكون تحتوي على مواد فعالة، من أشهرها مادة الهيلورونيك، هذه المادة اللي ترطب البشرة بعمق، تحتوي على سيرامايد، راح أعطيكم أمثلة على ذلك، تحتوي أيضا على يوريا، هذه المادة يعني ترطب وتقشر بنفس الوقت لو في جلد سميك، أيضا تحتوي على مواد مرطبة مثل فيتامين إي، تيكافرول، أو تحتوي على جلسرين مشهورة جدا، البتروليوم زي ما ذكرنا، الفازلين، هذه المواد كلها يعني تعمل على ترميم حاجز البشرة وتقويتها. من أشهرها شركة سيرافي، عندهم منتج للترطيب أنا أنصح به وبقوة، أيضا شركة بايوديرما في منتجات للترطيب البشرة الجافة، في من شركة سيتافيل منتجات جيدة، أيضا في من شركات أخرى عديدة، كيوفي يعتبر مرطب جيد للجسم. بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من تقرنات أو ما يسمى بجلد الدجاجة، اللي عبارة عن مسامات في الساقين أو مسامات في الجسم، أو حتى اللي يعانون من ما يسمى ستريتش مارك، تشققات في الجلد، هذه كلها بسبب إهمال عدم الترطيب. فالترطيب بالنسبة لهم مهم جدا، ويحتاجون لوشن يكون ثقيل جدا، يحتوي على زي ما ذكرنا يوريا، سيرامايد، يحتوي على أيضا على مكونات تعمل ترطيب بعمق. راح أحط لكم أمثلة على لوشنات الجسم مثل من شركة يوسرين في المنتج ريفنس الوردي، هذا جيد، في من شركة سيرافي، في من شركات أخرى عديدة، راح أحط لكم أمثلة، تختارون ما يناسبكم. الخطوة الأخيرة هي استخدام واقيات الشمس، وهذه الخطوة مهمة حتى نحمي البشرة من أشعة الشمس ومن تكسر الكولاجين، من ظهور علامات شيخوخة المبكرة. فأنصح باستخدام واقية الشمس اللي تكون 2:1 مرطبة بنفس الوقت، في من شركة سيتافيل وفي من شركات عديدة، راح أحط لكم أمثلة عنها، تختارون الأفضل والأجود لكم. وفي أيضا أنواع كريمات يعني واقية شمس نهارية تكون فيها أما ترطيب، أو واقية شمس نهارية مثلا من شركة يوسرين فيها نسبة تفتيح للناس اللي يعانون من تصبغات أو استمرار، هذه تكون أفضل 2:1، تختصر لكم الخطوات العديدة. أتمنى أكون في هذا الفيديو قد أفدتكم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك، واكتبوا لي في التعليقات على المواضيع تحبون نطرحها لكم. شكرا على وقتكم الثمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.